ما هو أو ما هي أفضل الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة؟ الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة كثيرة ولله الحمد وميسورة. أذكر لك على سبيل المثال اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو كتاب مطبوع ومتداول وكثير والحمد لله. كذلك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم، خصوصا الجزء الثاني منه. وكذلك كتاب التوحيد وشرحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأذكر لك أيضا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ محمد الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني. كذلك الدر النضيد في إخلاص التوحيد للشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني. وأذكر لك أيضا كتابا شاملا لأبواب العقيدة، وهو عقيدة الإمام الطحاوي وشرحها للعز ابن أبي العز الحنفي. عقيدة الطحاوية وشرحها من أوسع كتب العقائد وأشملها وأحسنها.